وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا، واللي الحلقة ديالتو اليوم مخصصة للمغاربة العالقين بالخارج. كنتمنى أول شيء أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ملتزمين بالتعليمات ديال الحجر الصحي وفي الديور ديالكم. تلقينا واحد العدد كبير ديال المراسلات والاتصالات اللي كتحثنا على أننا نفتحوا قوس خاص بالمغاربة العالقين بالخارج وبالعائلات ديالهم، الناس اللي صيفطوا الوليدات ديالهم على برا لأسباب كثيرة حتى لقاو راسهم بعادين عليهم. احنا بغيناهم يتواصلوا معنا اليوم وينقلوا لنا المشاكل ديالهم والقصص ديالهم، ويتواصلوا عبرنا مع الراي العام ومع المسؤولين. غادي نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه الخاص بالمغاربه، نعاود نذكر العالقين بالخارج والعائلات ديالهم، اللي هو 06 51 98 92 24. كيف كنعرفوا احنا كنعيشوا واحد الوضع اللي هو استثنائي جدا. المغرب ومن اجل المواجهه ديال تفشي وباء كورونا المستجد خدا قرار ديال انه يغلق مؤقتا الحدود، لذلك بزاف الناس لقوا الحياه ديالهم فجاه تقلبات راسا على عقب تحولات المآسي ان صح القول. الناس كي اللي مشى
فقط من اجل السياحه، كاين اللي مشى على تفاوض من اجل العمل ديالو او لا باش يثني على شي حاجه، كاين اللي مشى من اجل الطبيب باش يتعالج او لا باش يجري شي عمليه، كاين اللي مشى غير باش يدير جوله على الجامعات تماك باش يشوف فين ممكن يقرا، كاين اللي مشى غير يزور وليداتو. الاسباب كثيره، ولكن فجاه لقاو انهم حاصلين في بلاد غير بلادهم، بعدين على الديور ديالهم، كاين اللي خلى وليداتو غير عند جيران، عارف راسو انه يوم او يومين وغيرجع، كاين اللي مخلي والديه كبار ومراض ما كاين حتى شي حنين ولا رحيم اللي ممكن يقابلهم في الغياب ديالو، كاين اللي خلى المسار المهني ديالو اللي ربما كيفوق 20 عام ديال الخدمه ورب العمل ما رحموش لانه ما رجعش في الوقت اللي خصو يرجع فيه. قصص كثيره توصلنا بها ومؤثره جدا، وربما غادي نذكر قصه او قصتين. الاولى خاصه بسيد مغربي كان كيشتغل في الوقايه المدنيه، هو متقاعد، سميتو سين حسن الطالبي، ربما القصه ديالته غتكونوا شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي. تلاقاه مغربي في فرنسا في شوارع فرنسا وسجلوا بغرض ان المحسنين يضامنوا معاه او يتلقى له شي حل. السيد مشى من المغرب لفرنسا هكا تيدير سياحه، تيدور على وليداتو، ولكن ملي طرا اللي طرا وكورونا تفشات مشى عند ولدو المره الاولى. ملي تفشى المرض الزوجه ديال الابن ديالو طلبت من الابن ديالو انه ما يبقاش مع الوالد ديالو نظرا لانه ظروفه ما كتسمحش. للاسف كنقولوها وربما ما كنقدروش نستوعبوها، طرد الوالد ديالو، ما لقى ما يدير مسكين، مشى عند البنت ديالو حتى هي في فرنسا، جلس معاه هكا يوم او يومين على حسب الشهاده اللي تيقول السيد. كذلك الزوج ديالو تشكى من الوجود ديالو والظروف ديالو ما تتسمحش انه يكون معاهم شخص ثالث، او ربما خافوا من العدوى ما نعرف. المهم حتى هو طردته الابنه ديالو. للاسف كنقولوا هذه الكلمه ديال انه وصلنا لواحد الزمان اللي الاولاد تيطردوا فيها الوالدين ديالهم. السيد ما لقاش شي بلاصه فين يمشي، مقطعه به الطريق، الطريقه اللي كيبان تهضر بها في الفيديو مؤثره جدا، تتحس به بحال تايه، ما حيلته لانه كورونا، ما حيلته لانه في الصنقه مفرش غير الكرتون ومحمي غير بالشجر ديال بحال شي حديقه صغيره، ما حيلته ديال انه بعيد على دارو، والله يعلم واش مخلي المدام ديالو بوحده. الفكره ديال انه ولادو طردوه، الله يحسن العوان، فاش كيتجمعوا بزاف د الحوايج في دقه واحده ما سهلاش. كذلك بزاف د الاتصالات والرسائل اللي تلقيناها من عائلات الوليدات ديالها فقط مشاو غير يديروا جوله على الجامعات بغرض انهم يعرفوا شنو اللي ممكن الاحسن ليهم باش يكملوا المسار التعليمي ديالهم على برا، فاذا بهم كيلقاو راسهم بعادين على الديور ديالهم. حتى الفكره ديال انه ما كاينش فين يسكنوا، الانسان كان عوال غادي يوم يومين او لا اسبوع على يعني اقصى تقدير، فاذا به كيلقى راسو الازيد من شهرين عالق. ماشي اي واحد غادي يصبر عليك انك تجلس عنده، واخا تكون من العائله ديالو، ماشي كلشي كيف كيوصلنا في شكايات، ماشي كلشي كيستافد من الاعانات اللي خصها الحكومه المغربيه للعالقين بالخارج. فالانسان ما كيلقى الا انه يفترش الارض ويتغطى بالسما كيف كنقولوا. الوالدين ماشي اي والدين قادرين انهم يصيفطوا لوليداتهم الفلوس باش يعيشوا، خصوصا اننا كنعرفوا انه ماشي سهل انك تعيش تماك باش تكري باش تاكل وزيد وزيد. كذلك غادي نذكروا مشاهدينا بانه في الرسائل والاتصالات اللي كنتواصلوا مع الناس تتعرب على الغضب ديالها والسخط ديالها الكبيرين من كيفاش انه المغرب في الوقيته اللي جميع الدول تفكرات وليداتها ورجعتهم، المغرب تخلى على وليداته. قدروا نقولوا ان المغرب تخلى على وليداته، الناس فقدت الثقه في الحكومه، فقدت الثقه في انه ممكن القنصليات ولا السفارات يلقاو شي حل، ما لقاو الا انهم يوجهوا او يناشدوا مباشره عاهل البلاد تيقولوا له بان ما تنساش وليداتك، حنا بغينا نرجعوا للديور ديالنا. والمناشدات ربما احتدت او لا كثر العدد ديالها فاش كان رمضان عاد غادي يبدا. للاسف الناس دوزات رمضان دوزات العيد ما حستش بالطعم ديالهم، ودابا رجعت المناشدات بشده نظرا لان الناس كيف قلت فقدوا الامل في السفارات او لا في القنصليات انهم ممكن يديروا شي حاجه، كذلك تيعاتبوا الحكومه ديال العثماني. غادي ناخذ اول اتصال في حلقه اليوم مشاهدينا. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. لا شوف تيفي عيط لك على حساب حيت انا كنعيش في اوروبا. مرحبا.
وحنا مازال ما بغينا نرجعوا لاوروبا، ما لقيناش كيفاش الحال، مش غادي نرجعوا. انت عالق بالمغرب ولا بأوروبا؟ انا كان عايش اوروبا ودابا حصلت هنا في اوروبا بعد الحظر ديال الكورونا والحظر الصحي، بقينا في المغرب. حاليا كيف كنقولوا حنا، راه ما كاين حتى شي حاجه رسميه اللي كتقول امتى الناس يقدروا يبداو يتم الترحيل ديالهم، سواء من المغرب لبرا او من برا للمغرب. للاسف. وي سيدي، مرحبا. عرفت شحال داروا؟ واحد السيد قال لك يتقيدوا فيه، ولكن يتقيدوا فيه غير الناس ديال اللي عندهم التشيدا دي ناقصة، اللي عندهم باسبور حمرين. كنسمعك سيدي. نعم، كمل. ودابا حنا مازال ما داروا، اللي بقينا حنا ما عندناش باسبور حمرين، مازال ما داروا لنا شي حل. بغينا نرجعوا، خليني ولادنا جنة. تقيدنا في هذا السيد ديال القنصلية، تقيدنا فيه ومازال ما عيطوش لينا. يعني نفس الشكاية كيف كنتلقاو ديما في الاتصالات، أن الناس وما تواصلتيش مع المسؤولين، ما كان حتى شي هكا شي رد منهم والو. قيدنا في السيت ومازال ما جاوبوناش، ما كيفاش نعيط لكم، مازال ما عيطوش. واخا سيدي، المهم رسالتك هيا وصلت. كنتمنى أنه يكون خير، وكنتمنى أنه نبشروكم من خلال البرنامج ديالنا بالخبار الزوينة إن شاء الله عما قريب. والله ان يجمد شاء الله. الشمل شكرا. وكل واحد يرجع لدارو الوليدات. وشكرا لنا سيدي على انا الاتصال شكرا ديالك. اختي، شكرا. غادي نعاود نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 06 51 98 92 24، والموضوع ديال الحلقة ديال اليوم خاص بالأسر ديال المغاربة العالقين بالخارج، اللي كيسألوا العثماني واللي تيقول له حنا بغينا الحل. شنو الحل ديال أن أولادنا وأزواجنا وخوتنا ووالدينا يرجعوا للمغرب، ما يبقوش عالقين؟ رحنا عينا، رحنا كنتعذبوا وكيتعذبوا حتى هما. كاين اللي اكيد اكيد الا كنتو كتبعوا معنا غتشوفوا الاتصالات اللي كنا كنتلقاو، حتى الانسان لما قدرش يتواصل معنا مباشره كيتواصل معنا لخوتو او للوالده ديالو. الناس كتبكي، وصلت لدرجه ديال انا مابقاتش قادره تهضر مع داك السيد او السيده اللي عالقين على برا. المكالمه كلها ممكن نقولوا كتحول غير البكاء. لا هو قادر يدير شي حاجه لراسو، ولا هما قادرين يفيدوه بشي حاجه. فقط كنتمنى انه الفرج يكون قريبا ان شاء الله. غادي ناخذ اول فاصل في حلقه اليوم مشاهدينا، ونرجعوا باش نكملوا، انتظرونا. وقت الشدة فينا الطيبة فينا معدن لازم يبان، غادي نعاود نذكر فقط بالرقم اللي ممكن توصلوا معنا فيه، اللي هو 06 51 98 92 24. كذلك غادي نذكر بالركن ديال الواتساب بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يتواصلوا معنا وبغاو يصيفطوا مقاطع فيديو، سواء العالقين بالخارج او للاسر ديالهم اللي بغات تحكي المعاناه ديالها، اللي هو 06 62 05 08 40. هذا الركن اللي كان توصلوا به بعدد كبير من الفيديوهات، واللي كنا حريصين طيله الحلقات السابقه اننا نبتوها. كذلك غنذكر بالموضوع اللي كنت ناقشوا فيه اليوم، واللي خصصنا ليه حلقه اليوم، اللي هو العالقين المغاربه العالقين بالخارج، والشكايات ديال الاسر ديالهم اللي ممكن يتواصلوا معنا ويعودوها باش يوصلوها للراي العام وللمسؤولين بالوزارتين الوصيتين. غادي نحاول انني نشوف بعض التعليقات في انتظار انني نتلقى اتصالات. غادي ناخذ اتصال اخر. الف السلام عليكم. مرحبا سيدي. مرحبا لاله، شكون الله يخليكم. زينين في الوقت حاليا كدو على البزنس ديال الناس اللي عالقين خارج ارض الوطن. تماما سيدي، مرحبا. كاين هذا واحد السيد
من يوم 26 مارس 2020، هو عالق في مطار حمد الدولي بالدوحة بقطر. يعني السيد مسكين ماشي عالق داخل، يعني في بوابة المطار أو داخل المطار، وكان في منطقة ديال ترانزيت، منطقة ديال تبديل ديال الطائرة. كان راجع من رحلة من كينيا إلى الدوحة، من الدوحة إلى المغرب. لقيته فاش وصل للدوحة، الطيارة اللي غادي تجيبه من الدوحة للمغرب ما كانش، كان المطار ديجا تسدو تقريبا، كان في 17 أو 18 تقريبا. هو جا في 26 مارس. نعم. من ذلك اليوم والسيد عالق في المطار. تقريبا كانت يدفع تقريبا 3000 درهم مغربية يوميا بالأوتيل، يعني الليلة الوحيدة. والأوتيل هو الأوتيل الوحيد، أوتيل أوريكس هو الوحيد الموجود، أوتيل الوحيد اللي اللي باقي موجود فاتح. داخل المطار في منطقة ترانزيت. صعيبة صعيبة بزاف، وقصة غريبة جدا. من ذلك اليوم لحد الساعة تقريبا وصلت تقريبا 22 مليون اللي دفعت الشركة ديالو، اللي دفعتها يوميا باش يبقى السيد في المطار. السيد دار جميع السبل، تواصل مع السفارة في السفارة المغربية في الدوحة، تواصل مع الناس اللي معنيين، اللي كانوا اللي تيجمعوا الأسماء ديال الناس اللي وقع لهم حل بحال هاد المشاكل وخلية الأزمة اللي تخلقات. اتصلوا به مرة جوج ثلاثة، ما كاين لا غيث ولا معين. دوز شهر رمضان كامل فكروه تقريبا مرة أو مرتين تقريبا، اللي بعثوا ليه حاولوا يقوسوا السبل باش يوصلوا ليه كتبوا وجبة الإفطار داخل المطار. غريبة، المشكلة قصة غريبة. فقط بغيت لحد نسول الآن لك سيدي، هو ملي خد الطائرة وسافر، ما كانش على علم مسبق بأنه راه تسدوا الحدود في المغرب؟ السيد تيخدم، هو السيد من مدينة آسيا، يخدم مع شركة إيطالية في كينيا، يعني في داخل أدغال إفريقيا. الشركة الإيطالية خافت عليه من بحكم ان هناك انتشار الوباء والسبل ديال الوقايه ما كايناش بحال اللي كاينه في سبيل، وخافوا عليه بانه اطر من الاطر الشغيله ديالهم، قطعوا ليه الطياره. ياخذ اول طياره لقى من كينيا من نيروبي لمطار الدوحه، ومن الدوحه للمغرب. جا من كينيا لمطار ديال الدوحه، من مطار ديال الدوحه لقى المغرب ما كاينش، قالوا لي غادي تمشي حتى لتركيا، ومن تركيا تلقى فين تلقى المغرب. قطع الطيارة لتركيا، منعوه، رجعوه من ترانزيت، رجعوه لقطر، بحكم انه صافي ما بقاوش كيقبل، ما كاينش طيران للمغرب او لسميتو، رجعوه. بقات مع شركة الطيران القطرية، قالوا لي شوف قبل ما تروح حتى الجزائر، ومن الجزائر ربما تقدر تلقى شي رحلة قريبة تقدر توصلك للمغرب او تمشي عن طريق البر. نفس الحكم ما كاينش. سيد كل نهار كان تيعيط على الاقل الناس ديال السفاره على الاقل، باش ممكن ليهم مثلا يتوسطوا الدوائر الحكوميه القطريه، يعطوه مثلا تاشيره ديال الدخول، ويدخل هو كما تيقولوا يدخل يتكشف عليه ويدخل الحجر الصحي، على الاقل ما يبقاش محبوس غير داخل مظهر المطار. وراه كان دار فيديو تقريبا، داروه واحد اسبوع او تقريبا واحد 3 اسابيع من بعد الحظر، وحطوه في يوتيوب، وحتى شي واحد ما تسوق، وحتى شي واحد ما تكلم. بقى تقريبا هو المغربي الوحيد، دابا دخلتي يوسف ودرتي المغربي الوحيد العالق في مطار الدوحة، مطار حمد، غتلقيه. والسيد لحد الآن أنا تواصلت معاه نيت الصباح هذا، تقريبا غادي دابا 3 شهور في المطار، ما كاينش اللي كيسول عليه. لو تم كون ما كانش الرأفة والموقف الإنساني لات الشركة ديالو، وكانت هي كتخلص عليه أونلاين من تما تقريبا 3000 درهم يوميا، والاوتيل تيشد المبلغ ديالو يوميا، حيت ممنوع على الاوتيل داخل الترانزيت انه ياخذ يومين او 3 ايام او 10 ايام او شهر، خصو ياخذ يوميا، لانه اوتيل خاص بالترانزيت، واوتيل ديال الترانزيت كيكون عنده ضوابط اخرى خاصه، كيدفع يوميا. في الفلوس اللي كانت عنده كان جايب معاه، خسرها تقريبا في اسبوع او اسبوعين الاولين. من بعد تواصل مع الشركة ديالو، لقاو حلول هي اونلاين باش يمكن لهم يدفعوا ليه، المبيت، نفقة المبيت ديالو يوميا. مهم عنده مبيت في الاوتيل صح، وعنده غير الفطور المسكين اللي عنده داخل معاه، شكون اللي كيجيب ليه الغداء، شكون اللي غيجيب ليه العشاء، شكون اللي غيهتم بالحالة ديالو، الموقف الانساني، يعني الانساني
الجهه الانسانيه، الاخر يتصلوا به ويقولوا لي احنا خبرناك عطيناك وسجلناك في الليسته ديال الناس اللي غادي يرجعوا للمغرب بعد ما يتفتحوا الحدود او تفتحوا المطارات، ولا واحد كلمه ولا واحد دافي، على الاقل غير تليفون يخلي انك تواسي وعسكري بينهم معزوف بوحده كانه بسجن. كيف قلتي لحسن حظه بعدا تعاملوا معاه بانسانيه الشركه اللي خدام معاه، للاسف للاسف. دابا السيد كيشوف كيشوف المنظر الاسود، انا كيشوف ان بلاده اللي هي بلاده ما كانش ما خدش يعني كتدير واحد ما عطاش عليه، وواحد تدير مقارنه تيبقى فيك الحال، تيبقى فيك الحال انه اكيد الشركه هي راه انت ملزم منها وما طرا لك هذا الشيء الا لانك خدام معاها، ولكن كيبقى فيك الحال كيفاش ان البلاد ديالك تتفرط فيك في مقارنه مع الشركه اللي ايطاليا وتتبقى هزه لك الهم بهذه الطريقه وتتخاف عليك وتتخلص فين غادي تستقبل مرجع سيد سيد حاليا يعني الضغوط عليه كثيره، الاقل غا اتصالات من فصلوا الحين باش السيد هذا باش يبقى على الاقل كما تيقولوا نفسيا مرتاح، وشجعوه كما تقولوا بينوا بان راه كاين هذا النفق المظلم اللي كنا فيه راه قريب نخرجوا منه، كاين واحد البقعه ديال الضوء، ولكن حتى شي واحد ما اتصل به من الناس المسؤولين والناس المعنيين والناس اللي هما ملزمين ان توقفوا معاه في هذه الشده هذه، الا ما وقفتيش معاه واحد مواطن مغربي هذا الوقت هذا امتى غادي توقف معاه؟ يرجع البلاد يرجع البلاد وصافي راه طلاه اللي طلاه طاه، انا كنشوف الضرر النفسي ديال هذا السيد هذا، خليه الضرر المادي ولا الضرر المعنوي كما تيقولوا راه هو اللي صعيب، الضرر المعنوي والضرر النفسي للانسان هو اللي صعيب، كيفاش بغيتي هذا السيد هذا مستقبلا راه كتفكر انه يكون عنده واحد التفكير سليم تجاه بلاده، واحد الروح ديال المواطنه، ان في حين ان ابسط حقوق ديال المواطنه هذا السيد هذا ما تمتعش بها وما كاينش اللي راه عليه وما راه على الظروف ديالو. اصعب حاجه انك تفقد الثقه في مسؤولين بلادك للاسف. راه هذا هو المشكل، وهذا اللي لمستو تقريبا فيه اللي لمستو فيه في اخر مكالمه اللي هذا الصباح، ومع العلم ان راه عنده رقم حاليا رقم مغربي هو اللي شغال به واتساب، لانه مشى حتى يجيب رقم قطري باش يمكن ليه يخدم ما يمكنش ليه، لان حتى هو السفر ديالو بقى عند شركه ديال الطيران. غادي نتواصل معك من بعد الحلقه ان شاء الله، وغادي ناخذ الرقم ديالك وهكذا غادي نقدر نتواصل معاه، ما نعرف نقدروا ندوزوا الحاله نشوفوا اللي ممكن نديروا غادي نديروا ان شاء الله. الا قدرتوا نعطيكم رقم التليفون ديالو وتواصلوا معاه هو شخصيا دون معاه ديريكتور، هذاك الشيء اللي غندير ان شاء الله نسالي الحلقه معاه كما تقولوا مكالمه واتساب، انا نعطيكم الرقم ديالو مغربي راه شغال واتساب بحكم انه الواي فاي موجود في الاوتيل اللي موجود فيه، هو يقدر يعبر لكم على المشكل ديالو اكثر واكبر، لعل وعسى كما تيقولوا لقى الاذن الصاغيه ولقى شي حل، يعني الحمد لله الاجراءات ديال فك الحجر الصحي راه غتبدا بصفه تدريجيه، ولكن ما نساوش هذا السيد هذا سيكون من اولويات ديال الناس اللي يمكن اللي غيبدا الاجلاء وبدا كما تيقول الارجاع ديالهم للوطن ديالهم، يكون هذا السيد هو الاول ان شاء الله. راه ثلاث شهور راه صعيبه وصعيبه بزاف على انسان كما تيقولوا، واخا يكون ما عرفتش شنو غيكون، ولكن انسان بوحده معزول، يعني يكون غير كان اختلاط مع شي حد راه معزول بوحده تقدر هو الوحيد، تصوري ان حتى الوجبات ديال الاكل ديالو المطار في الاوتيل راه سد المطعم تقريبا قبل رمضان باسبوع سد المطعم. كيفاش كيقدر يعيش؟ ما كيقدرش يخرج على المطار، كيفاش كيقدر يعيش؟ تيبقى داخل المطار، في المطار كاين تقريبا واحد الشوب هما اللي بقوا حاليا تقريبا بساط، يعني بحال دوك المحلات ديال البقاله اللي كتكون داخل المطار وعارفه راه كل شيء فيها غالي، كيمشي تجيب بسكويت، يجيب قاعه تاع الماء، تجيب حاجه باش يبقى عايش، لان الفطور كيتخلص داخل مع المصاريف ديال المبيت، ولكن الغداء والعشاء كيمشي تيجيب غير بسكويت شي حوايج باش يقضي، تقريبا غير هادو بوحدهم راه كيكلفوا تقريبا واحد حوالي تقريبا واحد 500 ريال قطري تقريبا، باش يجيب غير بسكويت وقاعه تاع الماء وشي حاجه بسيطه باش 500 ريال قطري تقريبا ما يعادل واحد 1250 درهم مغربيه، زيد على ذلك 3000 درهم اللي كتخلص تقريبا يوميا هذيك المصاريف ديال المبيت. ما سهلاش وقصة غريبة جدا، أنا إنفا أنسالي الحلقة إن شاء الله غنتواصل معك أسيدي وناخذ من عندك الرقم ديالو. القصة ديالو شبيهة بالفيلم ديالو تيرمينال اللي كان دارو الأمريكي توم هانكس، تقريبا نفس يعني ما قدر لا هو يخرج ولا هو يرجع، ومع العلم أن يوم 13 أبريل نعم. 13 أبريل اليوم أن يوم 13 أبريل كانت رحلة يوم 13 أبريل أوردر اللي كانت رحلة وحيدة جاية من قطر إلى المغرب، يعني بعد الحظر كانت غيروا المطار من قطر الى من الدوحه الى المغرب وغادي ترجع،
وغادي ترجع باش تجي باش يمكن هذه الرحله غادي تجلي حتى الرعايه ديالها اللي كانوا خارج اللي كانوا في المغرب، يعني الرعايه القطريه اللي كانوا في المغرب. اتصلت بيه شركه الطيران القطريه قطر ايرويز وقالت له بالحرف ان في كاين اليوم على 12 ربع كاينه طائره غادي توجه للمغرب، الا قدرتي تدوي مع شي حد من المسؤولين ديالكم يعطوه ضمانات انني غادي تنزل في المطار محمد الخامس، قال لي غادي يستقبلك. هو قال لهم انا شوفوا عيط الناس المسؤولين في الاستقبال، قال لهم شوفوا انا نزل الشركه غادي تصيفطو في الطائره صح، ولكن غادي ينزل. قال لهم شوفوا انا فاش غادي ننزل انا غادي نحضر الصحي الراسي، انا غنمشي ندير التحاليل الراسي بفلوسي ونمشي للوطي اللي بغيت يدوي في الحجر بعد 14 يوم بعد ما تخرج النتائج انا الراسي. المهم انا ضمانه باش نرجع. قالوا لي لا، الجواب كان بالرفض وما كاينش يتقبل الكلام ديالو او لا سمع لي او لا سمع المشكله ديالو. والشركه الطيران شو قالت لي حنا ما يمكنش ندوك ونلوحوك هكا بالحظ، قالت لي ما يمكنش حنا ندوك ونلوحوك قلب المطار وما كاينش يستقبلك ونبقى تما. حنا كيهمنا كإنسان كحاله انسانيه غادي ندوك من قطر للبلاد ديالك، ولكن بضمان وكعندنا كما تيقولوا كعدد الضمانات اللازمه والكافيه والقانونيه باش غادي نسلموك داخل المطار وغادي تسلموك الاجهزه المختصه وغادي يقوم معك بالاجراءات اللازمه. انا في الحين انا قالوا لي ما كاينش غير يستقبلكم ما كاينش ميدو بطبيعه الحال غادي تخوف. الشركه ديال الطيران خاف على الاسم ديالها، قالت لي لا ما نصيفطش، ودائما بقاو معاه وكل نهار تيهبط لعندهم من الاوتيل، تيهبط لعندهم لاجونس ديالهم محلي تيقول معاهم واش كاين جديد تيقول لي هذا الهضره اللي كيقول لي. الى عندنا الضمانات الكافيه انك تنزل وتلقى السيد تلقى الناس اللي غادي يستقبلوك مرحبا، ما كاينينش ما نقدروش نصيفطوك. معليش ان راه كاين بعض الرحلات كتكون رحلات ديال الكارغو ديال الشحن الجوي راه خدامين، يعني رحلات تجاريه راه خدامين، الا الرحلات ديال المسافرين هي اللي ما خداماش. غريبه هذه القصه، يعني ماشي عدد كبير من الناس، هو فقط شخص واحد والحاله ديالو هكا استثنائيه. غريب حتى فكره انه تلقى لي حل او لا يجاوبوه او لا يشوفوا معاه شي حاجه من غير الرفض. هو راه لو كاين عدد الحلول، الحلول كاينه ابسطها ان واحد القائم بالاعمال بالاستفاره مثلا المغربيه او الاجنبيه يعرف الاسم ديالو ويتدخل بصفه شخصيه ويمشي ويدوي مع الجوازات القطريه او لا مع السلطات القطريه او وزاره الداخليه، وهم مش كويس الناس غادي يتهموا هذا الموقف الانساني، غادي يشوفوا غيديروا لي مثلا على الاقل ياخذوا لي مثلا كما يقول تاشيره الدخول مده ديالها 30 يوم، تعطى في السيستم تعطى 30 يوم غيدخل وغادي يمشي اون فوا غادي يدخل غادي يمشي ديريكت غادي يمشي غيتحجز عليه، غادي يقوم بالاجراءات الطبيه ديال الكشف على المرض وغيبقى في المده ديال 14 يوم سميتو على الاقل تيتفك. الى بعد على الاقل بقى خرج من المطار ودخل داخل البلاد وغيبقى كما تيقولوا مراقب كما تيقولوا امنيا وصحيا من لدن الاجهزه ديال الوزاره الداخليه او وزاره الصحه حتى غيبقى يقولوا معزول بوحدو. دابا كلشي كيضر، كلشي مضرور، هو مضرور كما تيقولوا من واحد الناحيه، والشركه اصلا مضروره كتدفع يوميا كتدفع مبالغ الاقامه ديالو، هو الوحيد حاليا اللي كان في الاوتيل، هو الشخص الوحيد حاليا اللي نزل في الاوتيل. حاله استثنائيه كان ممكن انه يتلقى لها حل، ماشي عدد كبير غنحيروا في اننا ندخلوهم او لا ما كاينش كيفاش غادي نقدروا او لا كيشكلوا شي خطر. حاله فرديه واستثنائيه، حاله فرديه واستثنائيه وصعيبه وسهله يتلقى لها الحل. تمام، ماشي مسألة الحل، يعني كما الجزاء كما حاليا كيجيبوا وجبات الاكل في رمضان كانوا كيدوهم المطار حماد داخل الناس المواطنين المغاربه اللي عالقين داخل المطار اللي ما عندهمش حق انه يدخلوا، وانهم ما داخلينش المنطقه ديال الترانزيت وانما غف داخل المطار، كيمكن لهم يتلقى لي الحل هذا كما تيقول. بصح ودويت انا صراحه وحتى راه دويت مع ناس قطريين وتوصلوا لي حنا ما يمكنش ندخلوا واحد هو ماشي مواطن قطري باش يمكن ندخلوا، لازم على حد من السلطات ديال البلد ديالو هي تدخل، حنا ما يمكنش ندخلوا، ما عندناش السلطه القانونيه ما عندناش السند القانوني باش يمكن ندخلوا، خاص اللي غيدخل دخل الدوله ديالو او الممثل ديال الدوله ديالو هو اللي خصو يتدخل. يعني تبارك الله الناس كلهم اللي موجودين داخل 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 السفاره المغربيه ما كاينش شي واحد راجل القانون او لا راجل كما تيقولوا تقني مختص اللي يمكن ليه يمشي يحل المشكل بطريقه تقنيه.
وبآليات كما تيقولوا هي قانونيه، راه ما يمكنش، مستحيل الا ما كانش الآليات هذه ديالك. اذا راه كما تيقولوا وزاره الخارجيه، راه الناس اللي حاطه في الاستقرار ما كاينش الخدمه ديالهم. فهمتك. كاين رسالتك الاستقرار الدور واضحة. ديالها هو هي ايجاد الحلول للمواطنين المغاربه اللي خارجين ارض الوطن. تمام. الا ما كانش الا ما كانش هذه الصفه كتحل في الموظفين ديال وزاره الخارجيه او ديال المبعثات الدبلوماسيه، بلاش. رسالتك وصلت، شكرا بزاف على الاتصال ديالك، وان شاء الله غنسالي الحلقه غنتواصل معك باش ناخذ الرقم ديال السيد. بالطبيعة ما كاين حتى شي مشكل، شكرا فرحات يا لله. سيدي، شكرا، بارك الله فيك. مشاهدينا غادي نخرجوا فاصل اخر في حلقه اليوم ونرجعوا باش نكملوا، انتظرونا. مشاهدينا الكرام، غادي ناخذ اتصال في حلقه اليوم، للاسف قطع الاتصال. غادي نعاود نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 06 51 98 92 24، والموضوع ديال اليوم خاص بالمغاربه العالقين بالخارج وبالاتصالات ديال الاسر ديالهم اللي ممكن يطرحوا لنا فيهم المشاكل ديال وليداتهم، خوتهم، والديهم اللي عالقين برا، باش هكا يوصلوا الميساج ديالهم للراي العام وكذلك للمسؤولين بالوزارتين الوصيتين. غادي ناخذ اتصال اخر في حلقه اليوم، للاسف ربما شي مشكل عند المتصل. كنا في اتصال مع احد المغاربه اللي تيعود على حكايه ديال الصديق ديالو، حكايه غريبه ديال المغربي. حاليا هو عالق في المطار ديال حمد القطري، كان جاي من شي بلد افريقي، و القراصو عالق قبل ما يكمل الرحله ديالو في المغرب. حاليا هو دابا عايش بوحدو في واحد الاوتيل اللي تماك، خاص بالناس اللي بالحاله ديالو. اللي مكلف به حاليا هي الشركه الايطاليه اللي كيشتغل معاه هنا في المغرب، كتصرف اموال طائله بانه يبقى زعما ساكن في الاوتيل وباش ياكل. كيف قال السيد، شي مرات كيضطر انه يشري غير قرعه الماء وبسكوي باش يعدي النهار باللي كان. فقط باقي حاليا غير كيوسك قلال في المطار. حاله ماساويه جدا وحاله غريبه جدا، كيف قال كتفكرنا بداك الفيلم ديال دو تيرمينال ديال توم هانكس، اللي شافو غادي يكون فاهم القصه ديال الانسان القراصو عالق في حدود اولا في حدود بين بلدين، حتى شي بلد ما قدر يدير معاه الحل. وهذا هو اللي طاري مع السيد اللي هضر لينا فيه المتصل قبل قليل، قال بانه حاول يتواصل مع المسؤولين المغاربه، كانت واحد الطائره جايه من قطر باش تهز ترحل القطريين الموجودين بالمغرب، وطرحت عليه الفكره ديال انه يجي معاها، ولك زعما جايه خاويه يجي معاها المغرب، وعاديه من تكون راجعه غتدي الناس ديولها، ولكن شريطه انه يكون متواصل مع المسؤولين المغاربه اللي قدروا يعطيوه تاشيره بحساب انه يقدر يدخل. بمعنى ما تقدرش هي تغامر السمعه ديالها وتخلي انسان مليوح بين قوسين في المطار ديال بلاده. للاسف تواصل مع المسؤولين وما كانش حتى مجرد نقاش، بل تم الرفض رفضا باتا او قاطعا من البدايه ديال الكلام ديالو. هي قصه غريبه للاسف. غادي نذكروا مره اخرى مشاهدينا الكرام بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 06 51 98 92 24. غادي نحاول نقرا بعض التعليقات في انتظار باقي الاتصالات ديالكم. اكيد كاين مناشدات كثيره ديال الناس كتقول لك حنا عينا، حنا كنتعذبوا وتكرفصنا، بعدين على العائلات ديالها عفاكم لما فتحوا الحدود ورجعونا. احد المتابعين تيقول لك حنا كنموتوا عرق بعرق.
احدى المتابعات كذلك كتقول احنا راه ندمنا تسافرنا، بغينا نرجعوا لخدامينا ولوالدينا. الله يجمع الشمل يا ربي. كاين كذلك الناس تيهضروا على ماشي هما المشكل، ما خاص بهم هما شخصيا ما عالقينش، ولكن راه الله يحسن العوان كاين اللي الوالده ديالو عالقه، ما سهلاش دي ان تسمع ان الام ديالك كبيره ومريضه ومشات مثلا تعالج ولا شي حاجه، تتلقى راسها عالقه، لا حنين لا رحيم، ما كاين فين تقدر تسكن مثلا، اولا كيف قلنا الحاله اللي طرقنا لها قبيله ديال داك السيد اللي الولاد ديالو طردوه للاسف، وصلنا لهذا الزمان اللي ما عرفتش بإن قلب ولا بإن عقل ولا كيفاش كيقدروا يفكروا ناس بهذه الطريقه الجحيده ديال ان الاب ديالك مليوح في بلاد براني وماشي يدير سياحه، وتنوض البنت تقول له لا الزوج ديالي ما قابلش عليك، يمشي عند الابن الزوجه ديالي ما قابلش عليك، ويتلاقاو به الناس ويصوروه على وعسى ان المحسنين يتواصلوا معاه ويحنوا فيه، تيفرش الكرتون تيتحمى بالوراق ديال الشجر، هكا كتشوفو عايش في حديقه، وكتحس بانك بحال كتطلع على واحد الخم ديال الدجاج، ماشي انسان عايش تماك. واحد الحاله اللي هي كارثيه، الفيديو راه انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للاسف، واحد الحاجه اللي ما تتفتخرش انك تقولها او لا تطرق لها، ولكن هذا هو الواقع ديالنا، راه ماشي كاع الناس استافدوا من الاعانات. السيد تتحس بيه بحال مخلوع، بحال تايه، بحال مصدوم، ما كاينش فين يسكن، الاعانات ما توصلش بها، تيناشد المحسنين خايف انه يمرض. شي مرات كيعجز اللسان على انه يعبر على شي حوايج، للاسف الله يهدي ما خلق. احدى المعلقات كتقول فتحوا لينا الحدود بلا كثره التخربيق، بمعنى ان الناس ملات من الهضره ومنات ملات من الخروج الاعلامي ديال المسؤولين اللي كتشوف بانه مليء غير بالهضره الفارغه اللي ما عندها حتى معنى، ما كاين حتى شي توجه، ما كاين حتى شي حاجه مضبوطه او لا محدده، كل شيء كيقول كلام فضفاض، ما كاينش شي واحد كيعطي واحد التوقيت محدد. الناس كتمنى فقط انها تعرف راسها من رجليها في هذه القضيه، امتى غنرجعوا، امتى غادي نقولوا لوليداتنا راه راجعين عندكم، امتى غنقولوا لوالدينا راه راجعين عندكم. ما سهلاش ديال انه تعلقوا واحد الشهرين، ولكن الناس صافي عيات، تكرفصات، كتموت، بركه غير هذيك المعاناه النفسيه اللي كتفوق كل شيء. نقدروا نفهموا ان الانسان ما لاقاش فين يبات كيبات في المكان، ما لاقاش ما ياكل كياكل اللي كان، هذا الشيء كله نقدروا نفهموه، لان تقريبا راه جزء كبير من المغاربه دوزوا نقدروا نقولوا الظروف اللي قاصحه، اللي ما سهلاش، اللي الزيار المادي اولى، ولكن اللي ما ساهلش في هذا الشيء كامل بصح بالدرجه الاولى هو ان الانسان تعيش هذه الحاله النفسيه المتوتره، خايف على راسه وخايف على ولاده، بحال ديال شي مرات كتجي في بالك شي كلمه وكتحشم تقولها، ديال الانسان شي مرات كتوصل به لدرجه الياس ديال الموت حسن، الا كنتي غتخلينا معلقين هكا ما عارفينش راسنا من رجلينا، مهددين بكورونا، مهددين بالجوع، بنادم ما تيرضاش ديال انه سبحان الله تيكون عايش في المغرب مرتاح حتى كيلقى راسو مشرد على شي شنو، بين ليله وضحاها تلقى راسك مشرد. صعيب انك تعبر على شي حوايج، الله يشوف من حال الجميع، وكنتمنوا انه تكون شي خبر زوينه عما قريب نبشروا بها الناس. اي واحد فينا اكيد عنده حباب وعنده شي واحد قريب ليه عالق، الله يجمع الشمل وان شاء الله تصوب الاحوال في اقرب وقت. احد المتابعين كيقول كذلك ملي وليتي تسمع باللي بلادك ما بقاتش باغياك اش بقى، للاسف ما بقى والو. غادي ناخذ مشاهدينا فاصل اخر في حلقه اليوم ونرجعوا باش نكملوا، انتظرونا. وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان.
اليوم غادي ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي. مرحبا سيدي. عواشك مبروك اختي. الله يبارك فيك سيدي علينا وعليكم. الله يبارك فيك اختي. شفتيني معايا ياك اختي؟ تماما. انت دابا على المباشر والموضوع ديال العالقين المغاربه العالقين بالخارج. اختي حنايا نيت راه حنا اختي مش عالقين، حنايا تزيفنا مش عالقين. حنا في السعوديه دابا اختي ما لقى معنا حتى شي حل والو اختي. زعما ما نكذبش عليك اختي صراحه، غير يعني خصهم يشوفوا معنا شي حل. والله العظيم بالله ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. مش صراحه قال زعما واحد الازمه، ما نكذبوش عليك زعما صراحه. شكرا بعداك انتم على هذا هادشي اللي كديروا وهادشي اللي كتوقفوا عليه بزاف اختي واللي كتسهروا عليه. شكرا. بغيت غير نسولك، مشيتي باين غرض؟ مشيتي للسعوديه سياحه ولا لا؟ اختي انا يا 14 عام اختي وانا هنا خدام، وفي الاخر صافي دابا داروا لنا ما كايناش الخدمه هذه، هي صافي حبسنا. دابا غادي يخرج نهائي وحبسنا دابا تقريبا شي 3 موا. انا كنت جاي بحالي ومع هاد الوباء هذا الله يرفعوا علينا، وقفات كلشي وقف. الله يحسن. فهمتيني اختي؟ فهمتك اسيدي. ودابا هنا ما خلينا وليداتنا في المغرب وحنا هنايا، ولا خدمه لا ردمه. وتعرفي انت في هذه البلاد اختي ديال السعوديه، الا ما كانش عندك الماء، الا ما شريتيش الماء ما كاينش اللي غادي يجيبه لك. الله يحسن العوال، الغربه ما ساهلاش. وحق الله العظيم يعني انسان الا ما هذا ماشي بحال المغرب، يعني انسان راه غادي يجي لعند، راه غادي تاخذ المساعده وتاخذ. انا ما خدمتيش هنايا في الغربه، الا ما خدمتيش راه ما كاينش اللي غادي يجي حتى يدق عليك الدار. حنا كنطلبوا من عند الله يعني، ومن عند الحكومه يعني يقاومنا شي حل يعني، غير يشوفوا في ولادهم يعني. فهمتيني اختي؟ الله يصوب اسيدي، هذا هو اللي يجمع الشمل. كنتمناو اننا نسمعوا صراحه الخير في القريب العاجل يا ربي. وشكرا اختي بزاف، والله يجازيك شي نداء تبغي توجهه للمسؤولين مباشره هكا؟ اختي شنقول لك؟ كنقول يعني النداء ديالنا، كنقول لهم ديرونا ولادكم. فهمتيني؟ ديرونا ولادكم يعني انسان ما خصوش يدي الناس. انا بالنسبه لي انا كمسؤول ما غيدينيش الناس تنجيب تندخل ولادي. هذوك دابا الانسان اللي عالقين على برا راه ولادهم هادو. فهمتيني اختي؟ يسرى ولادهم. حنا شنو كنطلبوا من عند الناس المسؤولين، هما اللي كيشوفوا فينا حنا يعني. حنا راه ولادهم هنايا. فهمتيني اختي؟ الانسان يشوف راه كما ولادهم، كما كيبغيو الخير لولادهم راه يبغيو الخير لينا حنايا. حنا هادشي اللي كنطلبوا من عند الناس. هاد الناس هادو يشوفوا من حالنا شويه. فهمتيني؟ انسان والدينا مرض، حنا مرضنا، ما كذبش عليك. انسان اللي صحيح راه مرض، اللي بصحته راه مرض. الله يحسن العوان، ما ساهلش. فهمتيني اختي؟ ما ساهلش. والله اختي قضيه ما ساهله، قسما بالله. راه انا بعدا كنقول الحمد لله، راه واحد شويه يعني شويه، راه كاين شي انسان كتشوف شي حالات وقسما بالله العظيم ما تنعسي. والله ما يديك الناس. صعيب الناس راه مكرفصه. كلشي هو
دابا المشكل كما قال لك خويا هو الاخ ديالي حتى انا وياه حتى انا والاخ انا والاخ ديالي هنا يعني متحاصلين. المشكل شنو هو اختي؟ يا انسان الدول كلهم جابوا ولادهم، دابا السعوديه كتشوفي شوفي على الفيديوهات اللي داروا منيت راه معقل شوف تي في ولا هذايا جابوا الدراري ديالهم وكل الناس فرحه بالدراري ديالها الا حنايا. وحنايا والله قصر كيقول دابا كنمشي عندهم كندق شي باب هنايا ولا كندق كنمشي للقنصليه كيقول حنا ما عندنا ما نديروا لك، حتى القنصليه كتعيط لهم والله ما كيجاوبوك. فهمتيني اختي؟ مشيت انا تقيدت في القنصليه حتى مشيت عندهم كنعيطوا لهم ما كيجاوبوناش، حتى مشيت لعندهم وتقيدنا معاهم وكيقول لك حنايا ما عندناش مشكل، يعني كتمشي كدق الباب اللي كدق على الباب كيقول لك حنا ما عندناش مشكل الدوله ديالكم. اللي كيهضر كيهضر على المغرب، يعني علاش كيهضر؟ كيهضر على الحكومه كيقول لك نفرطوا فيكم يعني صافي موتوا الا باغيين تموتوا، يعني ما كاينش اللي غادي يعقل عليك اختي. والفلبين البنغلاديش الهنود يعني اللي ما... الحمد لله يعني كل واحد ودولته. تخيلي دابا مازال دابا الان يعني تقريبا هادي شي 4 جوغ اختي ولا 5 جوغ الطياره مشات للفلبين، دات الولاد ديالها من السعوديه مشات للفلبين. يعني كاع الدول اللي كتشوف الناس ديالها في السعوديه داو ولادهم الا المغاربه اللي باقيين عالقين تما. خدامين اختي خدامين كيديو الولاد ديالهم ما كاينش شي يخلي الولاد ديالهم. مصر مصر دات الولاد ديالها جوج مرات قسما بالله الا مصر هي الاخرين راه دات الولاد ديالها شي جوج مرات هذه هي جدات الولاد ديالها. حنا عاوتاني انسان مثقف ماشي غادي نبقى ندير كشي ديال الجاهل ولا داكشي نديرو بحال المصريين يعني اللي مشاو حتى نوضوا الصداع وداروا غوات وهذه. لا انسان مثقف وواعي راه كتعرفي اختي انسان حنا بغينا نمشيو عادي ما بغينا لا صداع لا نمشيو نغوتوا ولا هذه. فهمتيني اختي؟ فهمتك اخويا. صراحة تقال يعني خلاو فينا خلاو الولاد ديالهم كيتوفاو. يا انسان اللي صغير كيتعذب النفسيه ما بقات نفسيه ما بقات والو اختي صراحة تقال. حنا هذا الوباء حنا كنقولوا من عند الله مرحبا بها، اللي جات من عند الله قابلين عليها ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الخدمه فهمتي اللي جات من عند الله مرحبا بها اختي. ولكن الخدمه اللي خص المسؤولين يديروها خصهم يديروها. الوباء تقدر علينا كاملين ولكن المسؤول هذه المعقولات خدمتي قلنا شهر ماشي مشكل شهر ونص ماشي وبزاف. اذا دابا غادي 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 3 شهور راه بزاف. الانسان راه كتوفى راه الانسان الا ما خدمش غير شهر واحد راه كتبان. الانسان الا ما خدمش غير نهار واحد راه كتبان فيه نهار واحد كتبان فيه. الله يحسن العوان ما سهلاش وربما انت غادي تأيد الهضرة ديالتي من اللي قلت غير دابا شوية قلت الناس من كثرة ما تعذبات وكتفرش الأرض ومحنا تتقول لك الموت حسن إلا كنتو خايفين علينا من كورونا اللهم احنا الموت حسن. كاين شي ناس في التعاليق هذه فرصة ديالك يقول لك لا ما تقولش الموت حسن. لا للأسف هادشي أنا ما تنقولوش من راسي تنقولو بناء على الناس كيفاش كيهضروا في الاتصالات ديالهم. راه الناس كتعذب بصح إلا أنت جالس في دارك ولاقي غوشارج باش كتكتب ليا تعليق ولا باش كتعيط ليا كاين واحد آخر كيتوفى تيفرش الارض تيفرش الكرتون. الا ما دار شي حد وعطاه خبز وقرعه الماء ما غياكل ما غيشرب. كاين اختي وحق الله حنا راه عندنا شي في الغربه وجالس ما عارف راسك من رجليك وحكومه والله الا نعمه. شوفي اختي شوفي نعمه من عند الله راه حنا في المغرب راه كنشربوا الماء من الروبيني راه هنا هو حق ليلة يلا اختي ما نكذب عليك. الا ما مشيتي شريتي شي الماء والله ما كاين اللي غيعطيه لك راه قسما بالله العظيم. راه حنا مثلا كنقول انا شويه حنا ماشي راه النفس خايبه راه ماشي غادي نمشيو غنطلبوا بنادم راه ما كنرضاوش راه الدم خايب عندنا حنا والله ما نرضى بشي واحد واخا يبقى راه غادي نموت بالجوع وما نمشيش ندير يديا ونعطي نقول لبنادم عطيني. صعيبه فهمتيني اختي والله الا صعيبه راه ما غاديش نرضى والله قسما. الناس كتقطع وحنا في هذه العواشر هذه هي فهمت. الناس كتقطع للاسف الناس كتقطع راه كتشوف شي فيديوهات ولا كتشوف شي اتصالات راه الناس كتقطع لك في قلبك واخا ما تكون راه والله اختي ما كاينش الدم غيبقى فيك الحال وكاين شي حالات اختي قسما بالله العظيم وحق الله لا الا غادي تبكي تبكي انت هي تبكي وحق الله العظيم. ما كنطلبوا حتى شي حاجه كنطلبوا هاد الناس هادو شويه تحرك فيهم شويه ديال الدم فهمتيني اختي تحرك فيهم شويه ديال الدم غير شويه ديال الروح. هاد الحكومه هادي تحرك فيهم شويه ديال الروح يعني فهمتيني ماشي ما بغينا والو حنايا ما بغينا حتى شي حاجه. حنا بغينا نمشيو هذاك الطرف ديال الخبز اللي كناكلو مع والدينا نمشيو ناكلو معاهم
بصح كاين هنايا تما في المغرب على الاقل كاين خويا خدام كيجيب لي مسكين القفه، احنا ما خداميش اوكي، كاين على الاقل عمي عنده شويه كيجيب لك حالك كيجيب لك يعني كتاكل، كاين المحنه فهمتيني انت بالفلوس ما غاديش ايوه يصيفطوا لك فلوس من المغرب، صيفطوا لك مره الاولى مره الثانيه شحال قدام يصيفطوا لك اختي، صعيب، حنا راه مغاربه وعارفين الوضع كي داير، ولا كنتي قريب ليهم غيحنوا فيك، كيف انت كنت قطعت بعمك ولا بخوك وانت خدام غتهزو، هذيك المحنه فينا، ولكن ملي كتكون في الغربه ها كلام اخر، صعيب الحال، واخا الله يجيو يرحم يتضامنوا معاك ما عندهمش الله كذا، يرحمك الوالدين اختي احنا انت مغاربه وعارفين باش مسقيه القضيه، كي شكون هذا اللي غادي يقدر يبقى والله يصيفط لولادو على برا، ما سهلاش. وقسما بالله اختي راه شوفي 40 عام سنه 40 سنه وانا يا راجل صغير انا يا راه 25 عام جيت صغير قسما بالله الوحيد اللي ما عرفتوش كيف نزل عندي نهائيا الى رمضان هذا هذه العواشه هذه ما عرفتهاش كي دازت ان شاء الله يجي علينا رمضان سمعتيني يا بخير اختي ان شاء الله، وي وي ونسوا فيه هادشي كامل، الله يجمع الشمل والله يرفع البلاء والله يصوب الحال اخويا، وشكرا شوفتي بي الله بزاف معاكم الله يقوي وشكرا على قلبكم، الدعوة شكرا أختي شكرا يا سيدي، شكرا على اتصالك وميرسي خويا، الله بزاف أختي معاكم، شكرا مع السلامة. سلام غادي نخرجوا فاصل اخر مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم ونرجعوا باش نكملوا، انتظرونا. اتصال اخر من فرنسا، الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي، كي داير الله بخير عنين. الله يبارك فيك سيدي، نتوما لاباس عليكم؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يخليك، انت مع المباشر ولا على المباشر سيدي؟ مرحبا. الله يخليك لله، بغيت ندخل عندي، انا مواطن مغربي مهاجر كاين في فرنسا. الصوت مسموع ياك؟ مسموع سيدي. بغيت نعاود القصه ديالي باش تشوفوا غير يعني الحد ديال الصبر ديال الانسان مع هذا الكونفينمون وهاد كورونا، كيفاش غيتحل، كيفاش الدوله يقدر تلقى الحلول بحال هاد الحوايج. واحد الانسان تزوج في المغرب نهار 26 في شهر 2 جيت لفرنسا باش ناخذ ليبيرجمون لمرتي باش نجيبها هنايا، صدقت بلوكي انا في فرنسا مرتي في المغرب وفي داري، ماشي حتى في دارهم ولا شي حاجه، يعني وليت كنطلب الناس الجيران اللي ما كيعرفوش خصهم اللي يمشيو مثلا يديو ليها الماكله، وحنا في 3 شهور وزياده. يعني واش الدوله هي ما فكرتش لهاد الناس وهاد المشاكل ديال الناس اللي عارقين هنا في اوروبا ولا شي حاجه، ما قالتش بلاتي نحل الحدود، ولو حنا مستعدين، كنا واحد الوقيته مستعدين لديك المده ديال الحظر ديال 14 يوم ونخلصوها من جيوبنا، ما عندناش مشكل. غير باش تبقى مثلا انت غريب في واحد البلاصه، واش ما فكروش في هذه العواقب النفسيه لهذا المشكل، الجائحه ديال كورونا، واش ما فكروش لانه هاد الناس مساكن كاين اللي مشرد برا وجالس ومخلي ولاده ومخلي خدمته، غدا ولا بعد غدا واش غادي يرجعوا؟ واش غيعمروا المحاكم بالناس بالدعاوي والطلاقات وجري وش الديان قطع عليك؟ واش يعني بصراحه كنا كننتظروا من 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 من, من, من وزير الاول ذاك النهار باش يهضر، قال لك لا اسيدي حتى انا راه عندي الناس ديالي بقاو برا. ايه الناس ديالك انت برا، راه كاينين الناس اللي يقدر عطاهم فلوس ولا عاونوهم ولا، احنا انا ما بغيناش فلوس، انا ما بغيتش فلوس شخصيا، ما بغيناش فلوس، بغينا نشوفوا عائلاتنا، بغينا نشوفوا ولادنا، بغينا نشوف يعني واش الحل، نخلي ديك المراه ديفينيتيف مو يطلقوها نطلقها من هنا، واش نتسنى يمتى غيتحل هذا الشيء، مع العلم انه كنقطعوا ليبيا، انا واصل دابا الثالث في ليبيا اللي كنقطعوا كيتانيولا وكيمشيو الفلوس ما كيرجعوش ليا مازال، يلاه مؤخرا عاد هضروا قالوا بانه خصهم يترومبورساو. واش الدوله تبغيني نجاوبك بالعقل تقبلها مني؟ الله يرحم ايه مرحبا. شوف انا 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 حاسه بالمشكل ديالك، وانك يلا تزوجتي وجاتك صعيبه، انك هكا لقيتي راسك معلق، ما عارف ساسك من راسك في القصه، هادشي كله انا محترمه وعارفه بان كل انسان كيشوف الهم ديالو اكبر هم في الدنيا، ولكن ما يمكنش تقارن راسك مع واحد عالق، انت على الاقل مقيم في فرنسا، عندك دارك تماك، ربما تكون باقي خدام، مراتك على الاقل مستوره في دار،
وحدا والديها، وانا متاكده انه غيتلقى شي لا، ما كاينش حدا والديها، بينها وبين والديها 570 كيلومتر على الاقل في المغرب. كاين طرق انه ولكن اسمحي لي، باش تعيش راه هي في دار بوحدها. اي خليني نكمل لك. واخا تكون في دار بوحدها ومن بعد على الاقل مستوره، غير تقبل مني كلامي وخذو برحابة صدر. مرحبا. ما يمكنش تقارن راسك بواحد عالق. حنا كنهضروا على الناس اللي مشردين، الناس اللي بصح لقاو راسهم في الزنقه، عرفتي شنو معناتها؟ راه كاينين، راه كنشوفهم هنا، راه كاينين، راه كاينين حدايا، راه كاينين بهم وكذلك، راه كاينين حدايا وكنعاونوا، راه واحد وكنعطيو، ما عندناش كنشوفوا سي كوا لي سوليسيون اون فيت، الحلول كنشوفوا. مثلا فرنسا، انا متفقه معك، فرنسا يعني هي هزات الناس ديالها، الدول الاخرين كلها هزاتهم. يعني واحد الانسان راه في جميع الحالات، راه انا مواطن مغربي. اي فهمني يا سيدي، يعني عليك. اي فهمني الناس. راه حنا دابا موحلين غير مع العالقين، واش راه غير العالقين؟ راه ما يمكنش نخليو العالقين اللي بصح مخلين ديورهم هنا وكل شيء هنا وتماك زيرو درهم، ونقارنوا بواحد اللي عايش في برا وباغي غير يجي يشوف مراته ولا والديه. كذلك حاجه اخرى استفزتني، وسمح لي واخا ما عنديش الحق، ولكن مادام طرحتها انا خصنا نجاوبوا عليها. اشنو فيها اللي صبرتي؟ علاش خدي مشيتي ديريكتومون ديك الفكره ديال انك واش نطلق هذيك المراه؟ علاش تطلقها؟ شنو السبب؟ حيت كتشوف واحد انت بعيد، ولكن انتي بعيد. الناس راه يعني راه ما كاين حتى شي حاجه، ما بيناش حتى شي حاجه في الافق، كلشي كيقول بانه واحد الحاجه يعني راه مازال يقدر 2021 2022، وتكون كاع زعما هاد الزواج وهاد المراه لو كان بصح خديتي عن قناعه وباغي هكا سخات عليك بسهوله. لا 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 لا، انا فهمني اش كنقصد. لا اي اسمحي، اول حاجه باش احنا لا كنقصد، غير كنقصد واحد الحاجه، انا غير اسمحي لي يعني نقطع كنرجع زعما راه ما عندها حتى معنى. لا 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 لا، انا غنجاوبك، عرفتي علاش؟ لانه صبر من عندك، كاين واحد كاين واحد الجانحه ياك، كاين واحد الجائحه كاينه، يعني هنا كنشوف كنحاولوا نحلوا جميع المشاكل ونشوفهم ناخذهم بعين الاعتبار. حيت هنا دابا هاد الهضره اللي قلتي انت ما عندهاش قيمه، ياك الشيء الهضره اللي جاوبتيني دابا انت قلتي لي راه ما عندهاش قيمه، هنا في لافرونس عندها قيمه. لي غيزون فاميليال، سمحي لي، العلاقات العائليه كيعطيوها لا بريوريتي، حيت ما يمكنش مثلا تهرس واحد العائله من اجل باش تقول لي لا راه حتى مازال ما واش الشحال ديال العائلات تهرسوا؟ راه هما هادو. ايوا انا ماشي ضد الفكره، بالعكس انا والله ما نبغي نسمع ان شي واحد مفروق على ولادو ولا على مراته. شنو انا انني نسمع؟ واش فهميني اش كنقول؟ راه حنا من بعد غادي نوصلوا من ضمن المشاكل اللي يقدر غادي يكونوا لقدام. ايه ها حنا كلشي واحد النهار غادي تحل هادشي، ولكن امتى؟ اشنا هما الحلول اللي معطيين باش كل واحد يعرف اشنو غادي يدير؟ لا ودابا واحد القضيه، والله يرضى عليك، وتنتا معايا بالعقل. دابا انت ملي كتشوف انه الناس كانت فروقه وتجمعات، الحل هو الطلاق. شنو لا انا قلت لك المثال، عطيك انا غير زعما شنو هو الحل، انا غير عطيك المثال، انا كنهضر على الحالات كامله. راه ما يمكنش تفكر انه لا كاين الجائحه ونطلق، وكاين شي حل اخر شنو ناوي من ورا لا ما قلتيش لا 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 راه الفكره هضرتي اختي، راه هضرت الفكره جامعة الفكره فهميها كلها، ما تاخذيهاش بداك الفكره هضرت الجواب وحده. انا فهمتها. خدمي غنقول لك مثال، يعني دابا الا قلتي لي هاد الهضره هادي غنقول لك واش هذوك الناس ممكن تفكر فيها دابا هي فكره راه وغير سمحي لي غنعطيك انا مثال، هي دوك الناس دابا اللي كتعطيهم القنصليه هنايا مثلا كيعاونهم وعاطينهم لي زوطيل، هذوك غيقولوا لهم لا ماشي مشكل، جلسوا تما تيتحلوا المشكل. حنا راه ماشي كنقول لك حتى يتحل المشكل، راه حنا هاد النافذه اللي حنا مدايرين علاش مفتوحه بالاساس؟ انه يتدفع بقوه في اتجاه ديال انه يتلقى حل. راه ما كرهناش من غدا كلشي يرجع لعائلاته. شنو المصلحه ديالنا؟ كننتظروا، راه حنا راه هذا هو دورنا، اننا كنهضروا بحرقه عليكم، اننا كنوصلوا صوتكم، اللي في مقدورتنا راه تنديروها. هذا هو دورنا. يرحم لكم والدينا، لا راه حنا غير نقاش، راه ماشي كنعرف ماشي عرفت واش فهمتيني. اول حاجه انا علاش قلت لك واش غتقبل كلامي برحابة الصدر ونهضر معك بالمعقول وتقبل كلامي؟ عرفتي انايا علاش هضرت لونسي ديك الهضره ديال انا غنقول لك باش نجي في واحد الحاجه، يعني انا كنبغي مرتي وي ماشي انا قلت يعني واش شنو هو الحل؟ واش غتطلق؟ واش غتخلي ديك الانسانه تما؟ واش غتجلس هنا؟ واش غتسنى؟ واش فهمتيني اش كنقول لك ولا ما غتطلقش؟ نتوما من حقكم انكم تهضروا على حقكم وتضغطوا بقوه والاعلام يساعدكم ويتلقى لكم حل، ولكن الفكره واسمح لي انها استفزتني. نعم زعما نسى فكره انه راح نتسنى دم فروق واش نمشيو نطلقوا؟ لا
حنا باغيين غير يتجمع الشمل وكل واحد يرجع، هذه اولا. ولكن النقطه الاساسيه هو انه حنا حاصلين غير مع العالقين، يا ربي غير يتلقى حل العالقين. حنا كنجدوا الحكومه ديال العثماني ها العار غير العالقين. هذا راه منظيم الحوايج، منظيم الحوايج اللي الحكومه غلطت فيها بزاف هو هاد الناس هادو اللي عالقين برا. يعني راه حدايا ديك الخطره ربما راه دوزتها في شوف تي في ولا شفتوها، السيد لقى راسو بين عشيه وضحاها، كان خدام في لادوان روتريتي قبل، لقى راسو كاين عند الجرده هنايا حدايا ما بعيدش عليا الجرده، ما عنده ما ياكل ما حتى شي حاجه، وفي الاخر لا راه القنصل اللي غادي تجري راه هادي واش لا واش المغاربه خفنا منهم باش يجيبوا لنا كورونا؟ لا راه ما يمكنش يجي يطبق لهم الحجر الصحي ديك 14 يوم ولا 15 يوم ماشي مشكل، ولكن او موا راه نقول لك واحد الحاجه، ربما ما عرفتي واش سافرتي برا ولا ما سافرتيش ولا لا، راه نقول لك شي حوايج كنحسوا بهم حنا اللي مهاجرين ولا اي واحد، راه الناس غايبين شيطروني في الراي. راه كتدخل للبلاد شتي ملي كتوصل المطار ما كتكراش تسجد في المطار وتبوس للارض لانه كتحس بانه داخل لبلادك، راه بلادك راه اصلك راه ما يتبرم. واش فهمتيني؟ يعني ملي كتشوف راسك انت راك مخزون برا. حنا دابا المشكل ديالنا علاش كنهضروا بهذه الحرقه؟ راسنا كحل، حنا محسوبين هنا ماشي 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 دي فرونسي، ماشي 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 كور، ماشي فرنسيين، محسوبين الناس. يعني واخا تكون عندك الجنسيه ولا كتحسب انك راك براني، كتجي للمغرب كتحسب انت راك براني من الفوق، يعني وليتي بجوج في جميع الحالات راك انت براني اي بلاصه مشيتي ليها، فهمتيني؟ المهم بلا ما نمشيو من الموضوع لشي حاجه اخرى بعيده، حنا غير المهم الاهم باش نبقاو في المساله ديال الموضوع اللي كنا عندكم في النقاش، هي كاين باش نكونوا بمنتهى الصراحه، كاين تدبير الغير المعقلان للجائحه ديال كورونا سيرتو في المغرب للاسف. يعني حتى شي حد غير كلشي كيخربق، غير كلشي كيدربز، غير كلشي اللي طلعت ليه شي فكره كاين عاد واحد كينوضي طبقها. اش راه هنا كاين المشكل، راه الاقتصاد ديالنا كامل الا مشى تطاح راه مشكله. اوكي ما عندناش مشكل، كنشوفوا مثلا الناس هنايا قلت لك غير هاد العالقين هادو، والله العظيم واحد السيد البارح في الفلبين كيشدو، واش عرفتوا السيد المسكين ما عنده ما ياكل، داير الكوزينه في برا هو وجوج وليدات، وما كاينش اللي يرجعوا ولا يجيبوا، ما يحسن العوان، ما ساهلش هذاك الشيء، والله ما ساهل ومؤثر الله يحسن العوان. ذاك النهار الدراري عندنا حنا المهاجرين هنا جمعوا باش يمشيوا للقنصليه يمشيوا يديروا تظاهرات مايا على اساس انه يعني راه تقهروا، راه جلسوا برا، راه بلادات الناس هادو، راه هو لو تخلص لهم الدوله لوطيل، راه الماكله راه ماشي باقيطه بدرهم، راه انورو، راه بنادم راه ما غاديش يلقى الفلوس، راه كيغير ولاو في الاخر غير الناس عباد الله كيجمعوا الفلوس وكيعطيو لعباد الله هنا، غير ما ياكل شي حد كيديه الفطور شي حد هنا. ياك نقولوا كاع فرنسا فيها ما عرفت سميتو، ولكن كاين الحريه، كاين هادي كتاكل وتشرب. حنا صعاب يعني كلشي، ما عرفتش واش حتى حنا بولادنا لا ما غندخلوهمش لا بلاتي نساليو. وسمحوا لي بزاف و الله يجمع لانهم وتبارك الله عليك على البرنامج. شكرا شي حاجه اللي هي زوينه، وشكرا الله يرحم لك الوالد. الله يجمع الشمال اسيدي، الله يرحم. شكرا يا ربي امين. شكرا ربي شكرا صامي. مشاهدينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم، غادي نضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله، تهلاو في راسكم، مع السلامه.